طيب أنا خلصت الكتابة وخلصت القراية، دلوقتي المفروض إن هو وقت اللعب. واللعب طبعا اللعب بالنسبة لي يا إما يكون إن أنا ألعب جيمز، ألعب جيمز على الإكس بوكس، أو إن أنا مثلا ألعب بازل، عندي بازلات أشتغل عليها، أو إن أنا أعمل كروشيه وأنا بتفرج على فيلم أو حاجة. عامة لازم يعني الأساسي عندي يكون في جيمز في اليوم ويكون في حاجة أتفرج عليها بالليل قبل ما أنام بالذات. المهم يعني أنا هبدأ الجيمز. كنت عايزة أكلمكم عن الجيمز بالذات، ليه أنا بحب الجيمز، وليه واحدة عندها 40 سنة لسه بتلعب جيمز زي العيال بالظبط. الفكرة ان الجيمز انا مقصودش بيه اللي هو الجيمز بتاع قتل الوقت اللي هو الكاندي كراش ومش عارفة ايه والحاجات دي، مع انها برضو مفيدة، يعني مفيدة للتركيز، مفيدة للذاكرة، مفيدة للحاجات دي. بس الجيمز اللي انا اعنيه او اللي انا بقضي ساعات فيه وبنسى نفسي فيه تماما، بيبقى عبارة عن فيلم او قصة مكتوبة وانتي او انت بتلعب الشخصية الرئيسية في الفيلم. يعني ليك خياراتك، هو انت ماشي في قصة معينة، ليك خياراتك بتقول او لا على المواقف اللي بتعدي فيها، وكل بيترتب عليها حاجات وكل لا بيترتب عليها حاجات بتغير مجرى القصة تماما. قصة تفاعلية. يعني انت نتفليكس عملت حاجة زي كده، هي اغلب الجيمز دلوقتي او الجيمز اللي انا بحب العبها بتبقى عبارة عن زي فيلم تفاعلي. انت اللي بتخلي، انت اللي بتحرك البطل وبتمشيه في اطار القصة، بس بيبقى انت اللي بتخيره او لا. انت مثلا اللي بتخليه ينتقل من نقطة الف للنقطة ب، انت اللي بتخليه يسيب الالف وب ويمشي في اي حتة او اي مكان تاني. انت اللي بتحرك البطل، انت اللي بتتحكم فيه. تخلص الفيلم. انا بقى بحب جدا في اللعب دي العوالم المفتوحة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش في قصة مجرد بس احرك البطل حسب خطوات القصة وخلاص، لا انا بحب العب القصة وكل حاجة، بس كمان بحب يكون ليا حرية ان انا اسيب القصة دي خالص واخد البطل وانطلق مع نفسي اعمل حاجات، انطلق مع نفسي. دي بقى بيكون في مدينة، في مدينة حقيقية زي اساسين كريد مثلا. العاب اساسين كريد بتبقى معمولة في نماذج لمدن حقيقية، يعني في إيطاليا وفي فرنسا وفي مصر الفرعونية، عالم خيال بديع. يعني انت تخيل نفسك مثلا في مكان مش انت اللي بتمشي فيه، الكاركتر اللي انت بتلعب بيه هو اللي بيمشي فيه، بس انت بتشوف كل حاجة هو بيشوفها وبتعيش كل حاجة هو بيعيشها. طبعا ما حدش هيقدر يستوعب او يعني يشعر بالمتعة في الكلام اللي انا بقوله دوت قد البني ادمين اللي عندهم خيال. انا بني ادم اصلا يعني عندي الخيال بزيادة، يعني بكتب ومش عارفة بعمل ايه وكلام من ده، واضافة لده بحب كمان اخش في الخيال. يعني في عالم اوريدي حد دلوقتي عمل له كرييشن، خلق عالم كده من خياله، وسامح لي ان انا اخش فيه، اخش في الخيال دوت، اشوف هو عمل ايه وسوى ايه وبنى ايه وراح فين وجي منين. ليه لأ؟ يعني أنا بجد متعة شديدة في الموضوع ده، بجد متعة شديدة في إن أنا أفصل من العالم الحقيقي اللي أنا فيه الواقع وأدخل في عالم الخيال ده، أعيش بشخصية تانية، أمسك مسدس، أمسك بندقية، أمسك مش عارفة سكينة، أمسك سيف، أمسك، يعني ده مش متاح لي في الحقيقة، بس إيه المشكلة ما أجرب كل حاجة ممكن أجربها في خيالي. أنا مش شايف، أنا شايف إن ده شيء يعني ممتنة جدا لوجوده، وشيء سعيدة جدا لوجوده، وشيء بحمد ربنا ان انا لحد دلوقتي لسه ما زال عندي القدرة ان انا استمتع بيه واستغرق فيه وافضل ورا الحاجة لحد ما اعرف اتعامل ازاي. يعني هسوق طيارة ازاي، افضل وراها وادور هنا وهناك واقرا وبتاع لحد ما اعرف فعلا اسوق طيارة، هسوق عربية، هسوق قطر، كل ما هو ممكن في خيالك تقدر تعمله في عالم افتراضي قدامك. يعني انا بشوف ان دي حاجة روعة الصراحة. يعني وطبعا ده الطف جزء في اليوم، الجزء اللي انا بقعد العب فيه. بس مشكلتي ان انا ساعات بتبلع، يعني ساعات ايه
بتاخدني العاب معينه جدا في العالم بتاعها، فتلاقيني بلعب بالثمان ساعات وما بعملش حاجه في حياتي، ولما بعمل كده بتضايق قوي من نفسي، فافضل تاني يوم، تاني يوم ايه، افضل اسبوع بعدها قاعده بقطع في نفسي ازاي اضيع كل الوقت ده في الجيمز وهكذا. فانا بحاول على قد ما اقدر دلوقتي يكون في فتره معينه ملتزمه بيها، يعني ساعتين بالكتير او ثلاثه بالكتير، وبحاول ان انا ابعد عن الجيمز اللي ممكن تخليني اتورط، اللي هي ممكن يعني مثلا الجيمز اللي هي بتبقى مبهرة جدا لدرجة ان انت عايز تلعب وتشوف اخر القصة ايه، مثلا زي مثلا خلينا نقول Assassin's Creed Valhalla اللي هي عن الفايكنج، انا عايز العبها بس انا عارف ان انا لو بدأتها هتسحل فيها فسايبها على جنب. بلعب بقى حاجات تانية اللي هي تتلعب بسرعة دي من غير قصة، بقى عالم مفتوح برضو، انا بحب العوالم المفتوحة، بس اللي هو ايه، نقتل وتجري، تقتل وتجري وخلاص على كده يعني. هي بتخليني افصل شوية وبتدخلني في عالم الوان 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 وحاجات جميلة وبتاع، بس في نفس الوقت ما بتخلينيش اتعلق بقى هيحصل ايه بعد كده، انا لازم اخلص القصة واقعد بقى اقعد العب بالثمان والسبع ساعات والجنان اللي بيحصل ده. اللعبة اللي انا بلعبها اللي هي اعرف اخلص فيها على طول ديت زي فورتنايت مثلا، لعبة بسيطة جدا، انت بتخش عالم مفتوح، مطلوب منك ان انت تحافظ على نفسك حي لاكبر وقت لاكتر قدر ممكن، كل العالم بيصغر عليك بيصغر بيصغر، وفي نفس الوقت اللاعبين اللي معاك في العالم بيقتلوك، يعني انت بتحاول تبعد عن، يعني تفضل في الدايرة اللي هي مركز الحياة، وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على نفسك وتقتل على قد ما تقدر، على قد ما تقدر بقى، لانك لو ما قتلتش هم هيقتلوك. ف دي بلعبها. ودلوقتي برضو في العاب اونلاين، الالعاب الاونلاين دي هي اكتر حاجه يعني ما فيهاش قصه تورطك، يعني عندي برضو جي تي اي قصه رهيبه، يعني جي تي اي 5 انا لما لعبتها القصه يا لهوي على الجمال، يعني انا لو كتبت فيلم شخصيه تريفور هيبقى ده الشخصية اللي أنا كاتباها، يعني شخصية سيكوباتية روعة مريبة، يعني جمالها مش ممكن. فأنت كمان مش بتلعب بشخصية واحدة في الجي تي اف 5، أنت بتلعب اللي هي ليها ثلاث أبطال وأنت بتلعب بالثلاث أبطال، بتبدل بينهم، يعني كل واحد ليه حياته وبيته وعربيته وأهله ومراته ومش عارف إيه وعلاقاته، بس جامدة جدا. المهم يعني بعد ما بتخلص اللعبة القصة بيبقى في جزء بقى اللي هو الاونلاين، اللي هو انت بتخش ترسم كاركتر زي ما انت عايزه، شكله بقى صفاته الجسدية، وبعدين بتخش بقى العالم المفتوح اللي هو اصلا انت كنت بتلعب فيه القصة، بس ما انت بقى متساب مع نفسك حر بقى، وهو عالم افتراضي يعني مماثل للواقع بطريقة مريبة، بس طبعا ايه كله اجرام بقى، يعني انت عايز بيت تعيش فيه، عايز اكل تاكله، عايز عربية، عايز مش عارف ايه، يعني كل ده تقدر تعمله، بس بقى وسيلة بقى كلها ايه، شغل عصابات بقى واجرام وبتاع، يعني تخش تسرق لك بنك، تخش مش عارف تسرق لك جهاز ايه، تتاجر في سلاح ايه، تتاجر في مخدرات ايه، يعني حاجة منتهى الانحلال والله، جميلة جدا. يعني الواحد بخش والله، يعني انا واصله فيها، انا بلعبها من كام، من 2015 تقريبا، واصله فيها مراحل متقدمه جدا، والحمد لله عندي يا اختي وعندي فيليتي وعندي بيتي وعندي شركاتي وعندي عربياتي وعندي معامل المس ومعامل الماريجوانا ومعامل، يعني حاجه يعني عامله بيزنس كبير قوي كيوي قوي، يعني انا يعني في الجي تي اي مش قادره اقول لكم، شخصيه جامده جدا. يمكن ده يقدر يفهمكم شويه انا ليه بحب الخيال، يعني لان بعمل فيلم هو ما ينفعش يتعمل في الحقيقه، فاهمني، لاسباب اخلاقيه بقى، لاسباب دينيه، لاسباب يعني انا بقى يعني، بس احنا ما بنتحاسبش على الخيال، فانا فعلا يعني بحب عوالم الخيال جدا. وشكرا.